بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة بركة كبيرة أنا غير مستحق ليها، وفي نفس الوقت ارتضاع كبير من سيدنا الحبيب سيدنا نيافة الأنبا جابرييل أن يسمح لي أن أقف أتكلم في حدود نيافة، لكن صلوات سيدنا صلوات أبائي تسلمني. فصل إنجيل النهاردة أيها الأحباء من الفصول الغنية جدا في كنيستنا المقدسة على الإطلاق. تكلمنا عن قدرة ربنا يسوع المسيح على الشفاء، وقدرة ربنا يسوع المسيح أيضا على معرفة الأفكار. في بداية الإنجيل ربنا يسوع المسيح يقدم إليه إنسان أعمى مجنون وأخرس فيشفيه، وبعدين يجي في نفس الآية بعدها يقول فلما رأى يسوع أفكارهم، الكلام ده ما عجبش الكتبة والفارسيين كعادتهم. عشان كده نلاقي دايما في مواقف كتيرة ربنا يبين إنه بيكشف الأفكار. لما جه يشفي الراجل صاحب اليد اليابسة برضو اليهود تذمروا، كانوا يفكروا كيف يمسكوا خطأ عليه. الكلام ده جه في لوقا 6 مرقس 3 ومتى 12 ايضا. كمان في معجزة المفلوج المدلى من السقف يقول لما رأى يسوع ايمانهم وقال المفلوج مغفورة للخطيات، اعترضوا في داخلهم في افكارهم في قلوبهم، من هو هذا الذي يغفر الخطايا؟ يقول الكتاب فلما رأى يسوع أفكارهم قال لهم أيهما أيسر، إن يحمل فراشه ولا تغفر الخطية. أيضا في حادثة لقاء المرأة الخاطئة في بيت سمعان، لما جت المرأة الخاطئة وسجدت وبكت، وفي سمعان في قلبه وقال لو كان هذا نبيا ربنا عرف أفكاره، وقال له أنا عندي كلام أقول ليك، وبدأ يوجه ويوبر سمعان ويقارب بين سمعان والمرأة الخاطئة. ده يا إخواتي خلينا كلنا ناخد بالنا من أفكارنا، ربنا هيحاسبنا على أفكارنا، وده يخلينا كلنا نحترس على ما يقول في قلوبنا وما يقول في خواطرنا وفي عقولنا وأفكارنا. موضوع إنجيل النهاردة بيركز بصفة رئيسية في نقطتين مهمين جدا، أو بمعنى آخر أنا أردت بنعمة الله أن أتكلم في تأمل بسيط في نقطتين مهمين جدا. أولا سلام الكنيسة، وبالتالي سلام البيت، بيتي وبيتك وبيتك، سلام بيوتنا. ويمكن عناية ربنا سمحت بهذا الفصل في صوم الآباء الرسل إن ده صوم الكنيسة، وده صوم الكرازة، ده صوم الخدمة. ربنا حريص على سلام كنيستنا، وحريص بالأكثر على سلام بيوتنا. عشان كده يقول لنا إن إحنا ناخد بالنا من نقاط مهمة جدا. أولا وحدة كنيستنا، وحدة بيوتنا. يقول كده في إنجيل النهاردة من ليس معي هو علي، من ليس معي فهو علي، من لا يجمع فهو يفرق. الانقسام بعيد عنكم يخرب البيوت. علشان كده ربنا حريص جدا ان يرى بيوتنا بيوت لها وحدانية القلب، وده السبب اللي بيخلي كنيستنا دايما تصلي من اجل هذه الطلبة في كل ذبيحة، وحدانية القلب التي للمحبة تتأثر فينا. مهم جدا إن بيوتنا وقلوبنا تبقى قلوب واحدة. النقطة الثانية المهمة أيضا، الله يركز على توبة الكنيسة وتوبة البيت. الإصرار على الخطية وعدم التوبة أيضا تمزق البيت، فده بيلقي علينا كلنا كآباء كأمهات مسؤولين عن أولاد وعن أسر، إن إحنا نسأل نفسنا هل إحنا فعلاً عايشين حياة التوبة؟ هل إحنا فعلاً بنقدم حياة توبة متجددة ومستمرة باستمرار؟
لأن حياة التوبة تخلي ربنا ساكن في البيت كل الأيام، وحياة التوبة تخلي عمل الله واضح في البيت. ولما يقول أنتم رائحة المسيح الزكية، حياة التوبة تبين رائحة المسيح فينا وتبين ملامح المسيح في حياتنا. اللي يشوفنا يشوف فينا المسيح، يسمعنا يسمع فينا المسيح. النقطة الثالثة المهمة أيضا بنيان الكنيسة وبنيان البيت. علشان كده اللي يساعد على بنيان الكنيسة وبنيان البيت الممارسات الروحية. لو أنا لي ممارسات روحية، أصوات وصلوات وتناول وتوبة واعتراف وقراءات، هذه الممارسات الروحية تجعل البيت المسيحي ينمو، وتجعل البيت المسيحي له القلب الواحد، الفكر الواحد، لأن بيقود روح الله الواحد الساكن داخل هذا البيت. ممارسات روحية وأيضا فضائل. يعني لازم ابني يشوفني أنا صادق، ويشوفني أنا أحمل وأسلك بفضائل كثيرة في تعاملاتي، في سلوكياتي، في أقوالي، في مصدر أنا والأم في البيت، وكلنا نبقى قدوة. عشان كده محتاجين كل واحد يسأل: هل أنا بيتي مسكن للمسيح؟ أو بمعنى آخر، هل أنا بدمع للمسيح؟ هل أنا لي إيمان زي مثلا واحد من أبطال الإيمان أبونا إبراهيم، لما ربنا قال اترك أهلك وعشيرتك؟ حاضر يا رب. بعد شوية هات ابنك إسحاق وحيدك اللي بتحبه وقدمه. حاضر يا رب. شوف الإيمان. فآمن إبراهيم وسب له برا. علشان كده أحبائي، أنا محتاج أن يكون لي الإيمان اللي أورثه وألقنه وأعلمه لأولادي والبيتي في حياتي. هل أنا لي أيضا القدوة الصالحة؟ اللي لما أخذت واحد من أبطال الكتاب المقدس في السيرة النقية، السيرة العفيفة زي يوسف الصديق، يبقى أنا قدوة. أنا قدام ولادي علموا مني العفة، علموا مني النقاوة، علموا مني الأسلوب اللائق والأسلوب الروحي، كلام الروحي، علموا مني الصلاة. هل أنا لي قدوة؟ أيضا يتعلموا مني بخدمتي، خلي نموذج زي مثلا طبيثة في خدمتها، أو زي المعلم إبراهيم الجهري اللي كان بيخدم وبيقدم أعمال رحمة. هل أنا فعلا لي هذا السلوك؟ الله يحتاج أن يرى في البيت المسيحي هذه الفضائل وهذه الصفات، علشان يختار هذا البيت ليكون له مسكن كل الأيام. الجزئية الثانية أيضا في إنجيل النهاردة، نلاقي ربنا في آخر آية يقول: كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدينونة، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. اللسان ده عضو صغير زي ما بيقول معلمنا يعقوب، ولكن هو عضو خطير وهام للغاية. عشان كده الكتاب المقدس يبين لنا أربع أنواع للسان: نوعين من النوع الجيد، ونوعين من الألسنة من النوع الرديء. النوع الأول هو اللسان المنضبط، اللسان اللي يفكر، اللسان اللي يتكلم، يعرف أنت يتكلم ويعرف أنت يصمت. الإنسان اللي يكون كلامه دايما للبنيان وللخير وللسلام. يقول معلمنا الحكيم: من يضبط شفتيه فهو عاقل. ويقول لسان الصديق: كلمة نقية. هل أنا فعلا لساني كده؟ هل أنا بحاول أن أخلي لساني كده، أدربه أن يكون هذا سلوك؟ النوع الثاني الجيد أيضا هو اللسان الحريص، اللسان الصادق، لا يتكلم بالأكاذيب، اللسان اللي يشجع، اللسان اللي يبني. يقول أيضا: شفت الصديق تبوحان بما يرضي، ويقول: فم الصديق ينبوع حياة. دول النوعين اللي ليهم صفة الجودة والنقاء اللي ربنا عايز يشوفهم فينا.
في نوعين من الألسنة الرديئة ربنا ما يسمحش بيهم لينا. اللسان الكاذب دايما لسان خاطئ، دايما لسان يتحدث بالافتراءات، يروي الحقائق. وآية حلوة خالص جت في أمثال 18 تقول إيه؟ تقول الموت والحياة في يد اللسان. الموت والحياة في يد اللسان. يعني أنا الكلام اللي يطلع مني يحييني ويحيي الآخر، أو يميتني ويميت الآخر. آية حلوة خالص تنفع إنها تكون موضوع تدريب نسلك فيه في حياتنا. الموت والحياة في يد اللسان. ويقول أيضا لسان الأكاذيب يقطع، ويقول الكذاب يزرع الخصام والنمام يفرق الأصحاب. أنواع من الألسنة الرديئة ربنا ما يسمحش لينا بيها. نوع أيضا رديء هو اللسان المدمر المنافق. يقول عنه الكتاب إلى صاحب النفاق يفسد صاحبه. وآية حلوة خالص جت في أمثال 6 برضو عن اللسان. يقول هذه الستة يبغضها الرب والسبعة مكرهة عينيه. يعني في ست صفات ربنا يغضب منها قوي، وفي الستة السبعة دي يعني دي قمة الغضب، تزعل ربنا جدا. الستة هما ايه؟ العيون المتعالية، اللسان الكاذب، اليد السافكة للدماء، القلب الذي ينشئ أفكارا رديئة، الأرجل سريعة الجريان بالسوء، وشاهد الزور ستة، وسبعة زارع الخصومات. لاحظوا في السبع حاجات اللي يكرههم ربنا دول جدا، ثلاثة منهم يخصوا اللسان. اللسان الكاذب وشاهد الزور وزارع الخصومات، والثلاثة دول بيتموا عن طريق اللسان. شوف قد ايه ربنا حريص ان لسانك يبقى نقي ولسانك يبقى طاهر. يا ريت نتعلم ان لساننا يبقى حلو زي لسان الملاك للرعاة لما بشركم، زي لسان الملاك لما بشر العذراء، زي لسان حنة ام صموئيل لما كانت بتبكي قدام عالي الكاهن وهو يفكر انها سكرانه، وبعدين تلاقيها تقول له عبدتك ليست بسكره، امتك انا مره النفس. خلت بدل ما هو عمال يقول لها انت سكرانه يقول لها يصلي لها ويصلي من اجلها ويعطيها البركه. زي لسان المراه الكنعانيه اللي وقفت قدام المسيح تصرخ بنتي معذبه ايش فيها؟ ربنا يحاول يوضح قوه ايمانها يقول لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويؤكل الكلاب. تقول له الكلاب ايضا تشبع من الفتاه الذي يسقط من موائد البركه. لسان حلو، لسان حلو يجلب البركه، لسان حلو يدي نعمه لصاحبه. قديس الأب بقار، قديس بقارس الكبير يقول لنا كده احفظوا ألسنتكم، وذلك لئلا تقولوا على إخوتكم شرا، لأن الذي يقول على أخيه شرا يغضب الله الساكن فيه، لأن ما يفعله كل واحد برفيقه فبالله يفعله. اللي أنا بعمله في أخويا اللي أنا بعمله في ربنا. لتخلينا حريص إن أنا ما أتكلمش أي كلمة تسيء لأخويا سواء أمامه أو من خلفه. قديس أرسطوس معلم أولاد الملوك يقول لنا كده، يقول لنا تكلمت كثيرا فندمت، أما عن السكوت فلم أندم قط. والآباء يعلمونا يقول لنا سكت فمك أو سكت لسانك ليتكلم قلبك، وسكت قلبك ليتكلم الله. ربنا يدينا نعمة هذه الكلمات البسيطة، يبارك حياتكم جميعا. بصلوات أبونا صاحب الغد البابا وتأمة ودروس الثاني، صلوات شريكم في خدمة رسولية أبونا نيافة الأم جابرييل، ولإلهنا كل المجد والبركة والكرامة من الآن.